صراحة كنت توحشنا الخدمة ديالنا وتوحشنا الكليان. شني في بدايتنا عارف دابا بنادم عنده ديك التخوف يخرج يخرج يتسخر ولا يخرج، باقي عنده ديك التخوف كورونا باقا تقدر تأديه وديك شي. الدنيا حاليا باقا ناعسة في التجارة والأمور باقا مزايرة شوية، حتى التوقيت حتى الناس باقي ما ولفوش التوقيت مثلا محدود، يخرج في 8 عيش بر باقا المجدود ولا في 8 عيش بر محل مجدود، يعني باقي بنادم خصو ديك يخرج في أي ساعة يتسخر في أي ساعة. ان شاء الله مع الوقت نطلب الله يكون خير ويرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. دابا حاليا الوزاره ديالنا وديك الشيء فرضوا علينا اللي عاد تفتح المحل بعدا ما خصوش يكون محل، خصك خطوات. الخطوه الاولى خصك يكون عندك معقم وبرودويات يعني التعقيم وديك الشيء، ما يكونش اكتظاظ عندك في المحل. هاد الناحيه هاد الخطوات مزيانه لينا وللكليان، حتى الكليان كيبقى على راحته كيدخل كيجبر داك الشيء منظم وبرودويات موجودين، حتى كتخدم مرتاح ما عندك شي تخوف. حتى مثلا حتى اذا كازت مثلا كانت شي مراقبه ولا شي حاجه كتكون الامور مضبوطه بحال اللي كيقول. والاستئناف كما كنشوفوا الاستئناف يكون تدريجي ناحيه الخدمه اللي كتقسم ناحيه التجاره، يعني الناس بلي طنجه باقي ما رفعوش عليها الحجر الصحي 100%، يعني طبعا الاستئناف يكون تدريجي بشويه بشويه. دابا ان شاء الله فتحنا البارح، هذا النهار ديالنا الثاني اللي فتحنا، اقبال يعني ضعيف مقارنه مع ايام عاديه. حس الناس ما كتخرجش بزاف، حس انك كتشوف الدنيا خاويه، يعني غير شي حاجه قليله وصافي. طبعا ضررنا بشكل كبير 100% توتالمون ضررنا، حس انا كتعرف ثلاث شهور راه حنا جالسين، الناس ما خدمت ما باعات ما شرات، يعني صعيب بزاف صعيب. قبل كورونا فتره يعني مباشره كان الناس كتعمل الاحتياطات ديالها، يعني ما كتخرجش بزاف. طبعا ينقص بيع وشراء، حنا ياسين كتعرف بيع وشراء كيعتمد على كليان، يعني خرج كليان كنس الحركه كنس الدنيا عامره المدينه عامره راه تبيع وتشري. كانوا شي كليان ما كانش الناس الدنيا عامره راه ما تبيع ما تشري، وخصوصا دابا في فتره الصيف كيكون الناس الجاليه كيكونوا الناس دخلوا المدينه جاو يجوزوا الصيف في طنجه، يعني ما كاين هادشي والو. طبعا ما تبيعش وتشري بحال ايام عاديه ويكون الاقبال قليل. دابا البارح عاد فتحنا اول مره، يعني الناس باقي ما كاينش، باقي الناس متخوفه ولا شي. انا فتحنا المحل كتعرف وجدناه كنجيو بعدا راه حنا كاينين موجودين، اما شي حركه باقي ما كاين والو، مازال يعني حتى والو باقي ما كاينش، باقي الناس متخوف باقي ما كاين. طبعا راه هذه المشكله ملي كتكون مسائل عامه ما عنده الانسان ما يعمل، الضرر راه كاين ولكن ما عندك ما تنجز منك تقبل الوضعيه. مسألة عادية ماشي ضروري ضروري يا ان التعقيم كنعقموا دي موكيت والارض دابا الساعة كنمسحوا ضروري الانسان كيعمل احتياطات. ومع ما كاينش دابا باقي ما كاينش موجود بنادم كيدخل ولا شي حاجة كتبقى مسألة معلقة، شحال حتى كيبدا يدخل بنادم وكذا عاد كتزيد عاود. وطبعا كتعمل الاحتياط ديالك مع بنادم، ما غاديش تخلي يدخلوا بزاف الناس، هذاك يدخل واحد جوج على حسب هذيك حتى تشوف ما عاد يدخل واحد اخر شويه بشويه الانسان تيتاقلم مع ايوا. العوده بدينا البارح بعد تقريبا ثلاث شهور، ودابا الانسان مازال عاد خصو يتسنى شويه، وعاد مازال المسائل شويه لا قليل قليل قليل، الناس مازال ما تسنتش حتى كيطلعوا شويه هذا الوقت. ايوا ثلاث شهور والمحلات مجدودين، ما كاين مدخول كاين ما كاين مدخول، كاين مصاريف، كاين واحد عدد المسائل زي ما الكره هو والضريبه هي مصاريف كتطلع بلا مدخول زي ما الاجراءات اللي قالت الدوله، يعني الاجراءات اللي قالت الدوله حنا زيدنا من عندنا، لان هادشي في الصالح ديالنا وفي صالح المواطن وفي صالح كل واحد. الانسان كيخمم في راسو كيخمم في الناس، كل ما درنا قليل ماشي مزيان، كل ما درنا قليل سيقصد دير جميع الاحتياطات ديالو باش ما نطيحوش شي عاود في شي حاجه اللي ماشي مزيان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.